طيب النهارده هندرس مع بعض الانجليش ناو فيرست تيرم الترم الاولاني. هناخد مع بعض يونت 2. We are running out of time. What's the meaning of we are running out of time؟ استنفذنا وقتنا او وقتنا انتهى. Lesson 1 and 2 part 1. New words بتاعتنا النهارده هناخدها. Run. What's the meaning of run? يجري. يجري. طب في البسط بتبقى ايه؟ ران. ران. يبقى ران بمعنى يجري. In the past بتبقى ران. بمعنى جرى. جرى. Freezer verbs. The meaning of freezer verbs. Verbs come with prepositions to give different meaning or another meaning. يعني افعال بتيجي مع حروف جر بتغير معنى ايه الفعل نفسه. يعني بتدينا معنى اخر للفيرب. يعني ران لوحده بمعنى يجري زي ما احنا قلنا، لو رفقنا بيه بريبوزيشن المعنى بيختلف تماما عن المعنى الاصلي للفيرب. ران انتو equals meet or see by accident. What the meaning of meet or see by accident؟ ميت يميس احنا واخدينها قبل كده بمعنى يقابل. Or see by accident يعني شفت حد ايه بالمصادفه كده، بالمصادفه زي مثلا ما اشوف مدرس قديم صديقي وانا ماشي في الشارع شفتهم، دي بمعنى run into. Excellent. Run into equals برضو meet or see by chance، يعني برضو يقابل او يرى مصادفه، هي بنفس معنى by accident. زي الصورة اللي احنا شايفينها كده مع بعض يا سنة خمسة. run into equal meet or see by accident، او شاف صديقه بالايه بالمصادفة. freezer verb number two run plus after. run after equals cheese. run after equals cheese. what's the meaning of cheese؟ cheese بمعنى يطارد. يطارد. يبقى run after هنا بمعنى ايه؟ يطارد. يطارد يعني ايه؟ حد بيجري ورا حد. يبقى run after equal. run after equals cheese. run away. what's the meaning of run away؟ run away هنا بمعنى يا سنة خمسة يهرب. equals escape. escape. يبقى run away escape معنى يهرب برضو. يبقى escape، يبقى هنا run away escape بمعنى نفس المعنى. يبقى run away equal escape بمعنى يهرب. run out of equals short of or have no. معنى نفذ يميز، زي ما العنوان بتاعنا قلنا running out of time، نفذ الايه الوقت. يبقى run out of equal short of or have no. مفيش. معنى ايه؟ بمعنى نفذ. زي ما احنا شايفين في البيكتشرز بتاعت اللي موجودة عندي، ان واحدة واقفة قدام العربية بتاعتها علشان ما فيهاش بنزين. examples بتاعتنا. It's nice to run into an old friend. What's the meaning of it's nice to run into؟ إنه من اللطيف أن تقابل an old friend، صديق قديم. يبقى it's nice to run into an old friend. زي الصورة كده يا ولاد لما احنا شفنا ايه صديقي القديم أو المدرس بتاعنا أو أي accident or by chance. Number two, the dog ran after the cat. هي مين يقول لي هنا الزمن بتاعنا ايه ميس هنا؟ ران افتر. بص خلي بالك ان التنس عندي هنا في الباست، ران مش ران، فهتبقى ايه الجمله دي في الماضي. لو حبيت اشيل الفريزر فيرب ده هحط مكانها ايه؟ مكانها ايه ميس؟ تشيز. تشيزد هنا بقى عشان ران، عشان هنا الايه الزمن بتاعنا ان ذا باست في الماضي. يبقى ذا دوج ران افتر ذا كات. الكلب ايه يطارد ايه؟ القطة. example number three. the sheep couldn't run away. طب هنا ليه حطينا run away بمعنى ايه؟ بمعنى يهرب. يهرب. ان اللص ما قدرش يهرب. طب احنا ليه هنا حاطين run يا ميس؟ run علشان عندي couldn't، و couldn't على طول الفيرب بيجي بعديها infinitive عشان دي من model verbs. اي model verb لازم الفيرب يجي بعده على طول infinitive. the thief couldn't run away يعني الحرامي ما قدرش او اللص ما قدرش ايه يهرب. يبقى the thief couldn't run away. يبقى خلي بالك كده، بالك قوي من ايه زي ما الميس قالت لك ان couldn't بيجي بعدها الفيرب انفينيتيف. طب لو انا هنا عايزه اشيل run away واحط فيرب تاني، حاول يا ميس. the thief couldn't escape. excellent. couldn't escape وهحطها انفينيتيف علشان run away عندي هنا ايه انفينيتيف. number four. number four.
the car stopped because it ran out of petrol. What's the meaning of the car stopped هنا بمعنى تعطلت ان السيارة تعطلت ليه؟ علشان البنزين خلص منها. نفذ. هنا بقى هي التنس بتاعنا ايه؟ ده في الماضي علشان كده حطيت ran out of. ran طبعاً. out of. طبعا لو حبيت ان انا اشيل ran out of واحط الفيرب هتبقى had no or short of. ايوه. give one word هنا طبعا give one word زي عندك ايه اكتب المصطلح كده لما بتاخده في ايه في العلوم او في الايه في الدراسه بنشيل التعريف اللي عندي واحط ايه one word كلمه واحده او phrase or verb واحد طيب to meet by chance لسه قايلين ان by chance equals by accident or see meet or see by accident or by chance الاثنين زي بعض يقابل مصادفه مين اني phrase or verb انا مش عارفه هجاوب انا هجاوب مع حضرتك حاول ران انتو خلي بالك ان انا قلت ران ومش ايه مش ران عشان هنا ميس بص هنا بيقول لك تميت هنا ايه في الايه في الانفينيتيف في المصدر جمله هنلاقيه في المصدر فعلشان كده حطيت ران انتو ما عملتلهاش اي تصريف يبقى تو ميت باي تشانس يبقى هنا هنحط ايه ران ان انتو دو as shown use a phrase or verb instead the word is in practice يعني دلوقتي هو هيديني كلمات بين الاقواس او الافعال بين الاقواس ومفترض ان انا اشيلها واحط مكانها phrase or verb number one the cat was chasing the mouse عايز ان انا اشيل chasing واحط مكانها phrase or verb اخدنا مين اللي بيساوي ايه ميس تشيز اصلا بتساوي مكانها run after بس انا هنا هحط هبص على زمن الجمله بتاعي هقول the cat was running after the mouse عشان هنا ميس هنا ده في زمن past continuous excellent فلازم احط الفريزر فيرب بتاعي نفس التنس اللي موجود عندي في الجمله يبقى هتبقى the cat was running after the mouse يعني هنا بركز يا ميس اللي انا هحط ايه اللي بيساويها واحط اشوف كمان الزمن بتاعي ايه excellent عشان انا لو حطيتها في زمن تاني هتبقى برضو الاجابه ايه غلط ما ينفعش ما ينفعش ان انا اقول run after حتى لو انا حطيت الفريزر فيرب صح لازم يكون بنفس تصريف الزمن بتاع الجمله بتاعتي نمبر 2 My car had no petrol. إن السيارة بتاعتي ما فيهاش بنزين. مين اللي بيساوي had no or short of؟ ميس هنا هحط ran out of. Excellent. ليه ran out of؟ عشان هنا ميس in the past في الزمن الماضي. عندي had no مش have no خد بالك علشان كده لازم أحطها in the past. يبقى هقول my car had no petrol الإجابة بتاعتي هتبقى ran out of ركز قوي ran out of. Number three, the pupil met an old friend by accident. هشيل met مين اللي عندي بيساوي met ران ران انتو يا ميس انا هنا حط عشان هنا in the past الماضي بتاع meet met excellent خد بالك من تصريف meet هلاقيها met in the past فلازم ان انا احط phrase or verb بتاعي في الايه في الباست هتبقى ران انتو طبعا معنى الجمله دي ان الطالب كان المفروض قابل او شاف بالمصادفه صديق قديم نمبر 4 the thief couldn't escape what's the meaning of escape escape يعني معنى يهرب اخذنا phrase verb بيساوي ايه اقول يا ميس اجاوب انا هتبقى run away هنا ما ينفعش اقول ران انا هنا هخليها في الانفينيتيف ران away عشان هنا حضرتك قلتي ان بعد couldn't الفيرب بيجي انفينيتيف في المصدر من غير اي اضافات مضاد الفيرب سنه 5 لازم وراه على طول الفيرب انفينيتيف يعني انا ميس هنا لازم اركز الاجابه هتبقى ايه والزمن بتاعي ايه اكسلنت underline number 1 my car ran into or away or out of petrol ميس car ran ran out of petrol يعني نفذ منها الايه البنزين excellent number 2 the thief couldn't run out of or away or into the thief couldn't run اللص او الحرامي ما قدرش ايه زي ما احنا قلنا ما قدرش يهرب طب مين عندي بيساوي يهرب escape هتبقى run ايه run away run away the thief couldn't run away excellent انا عملت ايه ورا اختي علشان خاطر امسكها هعمل ايه طردتها صح يبقى هتبقى ران after I ran after my sister to catch her انا جريت ورا اختي علشان ايه الحق بيها او امسكها number 4 the butcher
يعني ايه بوتشر يا سنة؟ الجزار يميس. الجزار excellent. The butcher ran a the cat because it stole a piece of meat. Stole هنا ده الماضي سرق بالستيل بمعنى يسرق. طيب الجزار عمل ايه في القطة علشان هي سرقت منه؟ اكيد يميس هيطاردها. يميس تبقى ran after. excellent. The butcher ran after the cat because it stole a piece of meat. عشان سرقت ايه؟ قطعة من اللحم. تمام. Examples. Make questions. نحن بقى يا سنة خمسة نكون ايه سؤال. Excellent. نكون السؤال. يقول لي make questions. Number one. علي will travel to London. علي سوف يسافر الى لندن. عايزني اعلم. Question بايه؟ Where. طيب وين هنا الاول يا سنة خمسة؟ بتسأل عن الـ places يا ميس. فين الـ place اللي عندي هنا في الجملة؟ ميس انا تو لندن يا ميس. لندن هي الايه الـ place بتاعي. بس انا لما اجي بجاوب بشيل ايه حرف الجر كمان. يبقى انا المفترض ان انا هشوف الـ place بتاعي وده هشيله خالص، مش هاخده معايا في السؤال اللي انا هسأله. السبجكت عندي مين؟ علي يا ميس. علي. يبقى انا المفترض هبدأ بالـ question word اللي هي where وبعد كده هبدأ helping verb. helping verb عندي هنا في الـ future هو هيبقى will. يبقى where will. السبجكت بتاعي علي وverb المين verb عندي travel. طب ميس هو انا ما ينفعش اشيل علي واحط هي؟ لا ما ينفعش، لان انا ده سؤال، فما ينفعش ان انا اخمن ان انا بسال عن علي. لازم ان انا في السؤال طبعا يا سنه خمسه احط الاسم بتاعي، لكن في الاجابه لو عندي السؤال where will علي travel ممكن ان انا اشيل علي واحط هي في الاجابه، لكن في السؤال لازم احط. يعني ما ينفعش هنا يا ميس اشيله واحط ضمير، لازم انزل الاسم زي لا. الاسم اللي موجود عندك في الانسر هو اللي هينزل في الكويشن بتاعك، لكن في الاجابه ممكن اشيله واحط مكانه السبجكت بتاعه. يعني هي مش الاجابه هتبقى وير ويل علي ترافل. اين سافر؟ اين سوف يسافر ايه علي؟ تمام كده. نمشي بتكوين السؤال مع بعض. كويشن وورد بعدين هيلبنج فيرب سبجكت وبعدين مين فيرب اللي هو الفعل الاساسي للجمله. بس هنا هيبقى ايه ميس؟ هنا دايما هيبقى في الانفينيتيف عشان هنا في ايه ويل. Number two. Mona will do the washing up. يعني ايه Mona will do the washing up؟ هتعمل يميس ايه؟ هتحضر الغسيل او هتعمل الغسيل بتاعه. Mona هتغسل الغسيل. طيب اوكي، هو هنا غالب ان انا استخدم question word وقت. وقت بمعنى ما او ماذا. Mona هتعمل ايه؟ فين الحاجة اللي هتعملها Mona؟ The washing up يميس. Washing up. يبقى washing up ده اللي هو هعمل له remove، مش هاخده معايا في الايه؟ في السؤال اللي انا هكونه. هبدأ بالquestion word بتاعتي اللي هي وقت. helping verb will. بعد كده يا ميس هحط منى. حضرتك لسه قايله ما ينفعش اشيلها واحط ضمير، لازم انزل الاسماء زي ما هي. يبقى هقول what will منى do. do main verb بتاعي اللي هو do. ماذا ستفعل منى؟ والاجابه هتكون منى will do the washing up. number 3. I'll go to the club by car. انا هروح النادي او سوف اذهب الى النادي بالايه؟ بالسياره. طب هو طالب ان انا اعمل سؤال بايه؟ بهاو يا ميس. هاو بتسال عن ايه؟ وسائل المواصلات يا ميس وعن الحال. اكسلنت. يبقى انا هنا هشيل مين اللي عندي؟ اي ميس انا هجاوب يا ميس هنا هشيل وسيله المواصلات باي كار. اكسلنت. يبقى انا وي ريموف باي كار وهبتدي اعمل الخطوات بتاعتي. ميس ممكن اجاوب بقى من قبل يا ميس مع حضرتك تطلعي السؤال؟ تمام. طب انا هقول هاو وبعد كده هنزل هيلبنج فيرب ويل. السبجكت بتاعي هيبقى يو عشان هنا انا بتكلم عن اي، يبقى لما يجي ينزل هيبقى يو. بعد كده يا ميس هحط جو تو ذا كلاب، وهنا طبعا حضرتك قلت ريموف باي كار يبقى مش هحطه. طبعا لازم اتاكد ان في الاخر احط الكويتشن مارك. ايوه من غير الكويتشن مارك ما يعتبرش سؤال. ما يعتبرش سؤال، يعني اعتبر جمله عاديه جدا وده ما ينفعش لان انا بقول لك ميك كويتشنز. يبقى انا هقول ويل يو جو تو ذا كلاب. كيف تذهب الى النادي؟ الاجابه بتاعتي هقول اي ويل جو تو ذا كلاب باي. يعني ميس بعد ما احط السؤال اجاوب برده تاني الاجابه بتاعتي عشان اتاكد ان السؤال بتاعي صح. اكسلنت. Number 4. They will play football tomorrow. هم هيلعبوا كرة قدم غدا. عايز اعمل سؤال توين. مين يفكرني يا سنة خمسة؟ وين بتسأل عن ايه؟ ميس بتسأل عن التايم، عن الوقت. أيوة. هنا وين بمعنى متى، بتسأل عن التايم. اكسلنت. عن الفترة الزمنية بتاعتي. طيب فين هنا الفترة الزمنية اللي عندي؟ انا بقول هلعب امتى؟ غدا. يبقى غدا هنا هي دي اللي انا هسأل عنها، فدي هعمل لها ريموف مش هاخدها معايا. يعني ميس هشيل تمورو. اكسلنت. هشيل تمورو. هبتدي بالكويشن وورد بتاعتي اللي هي وين.
helping verb will بعد كده they main verb play بعد كده باقي الجملة football. يبقى هقول وين will they play football. طبعا هحط mark that. Number 5 أحمد will visit his uncle. أحمد سوف يزور عمه. طيب هنا طلب مني question word who. أعمل سؤال بquestion word who. who بتسأل عن ميسي بتسأل هنا دايما عن البيرسون عن الشخص عن الفاعل. هنا عندي هسأل ايه عن الفعل. مين الفعل عندي هو بقى سهلة خالص يا سنة خمسة بشيل بس الفعل واحط مكانه هو وبكمل بقيت السؤال زي ما هو. يعني هنا مس حضرتك بتقولي اشيل الاسم يعني هشيل احمد أيوة. واحط هو وانزل helping verb will بعد كده احط visit his uncle واحط في الاخر question more ايوه هو will visit his uncle والاجابه بتاعتها ده اسهل سؤال يا ميس will visit his uncle سهل خالص يا رب يجينا في الامتحان. نها will play tennis. نها سوف تلعب التنس. تنس. طيب هو عايزني اسال what قلنا بنسال عن things الاشياء ماذا ستفعل نها ميسا جاوب انا هنا بقى انا هنا مش هشيل تنس تنس هشيل تنس عشان هنا بتقول هحاول ماذا هي سوف تلعب يبقى هنا هقول what will نها play ممكن اعملها بطريقه ثانيه كمان سنه خمسه ممكن اقول what will نها do ماذا ستفعل نها والاثنين صح يعني ممكن اقول what will نوها بلاي هقول نوها ويل بلاي تنس نوها هتلعب ايه ممكن ما اعرفش ان هي هتلعب اصلا فاقول وات ويل نوها دو فهقول برده نوها ويل بلاي تنس يبقى انا حطيت وات والهيلبنج فيرب ويل بعد كده حطيت السبجكت بتاعي نوها حطيت الفيرب زي ما حضرتك قلت ممكن بلاي ممكن دو في الاخر بحط الكويتشن مارك لازم نتاكد ان الكويتشن مارك موجوده نمبر 7 اي ويل سليب ايرلي تو جيت اب ايرلي انا سوف انام مبكرا لأستيقظ مبكرا طيب عايزني أعمل سؤال why what the meaning of why معناها لماذا يبقى أنا هقول لماذا سوف تنام بدري يبقى فين اللي أنا هعمله remove مش هاخده معايا في السؤال أنا ميس أجاوب ميس هعمل تو يا ميس عشان هنا هنا بتقول السبب because تمام يبقى أنا هشيل من أول تو لغاية الآخر وهبدأ السؤال بال question word بتاعتي اللي هي why بعد كده helping verb will subject you sleep early ده المين verb وباقي الجملة why will you sleep early ليه هتنام بدري هقول I will sleep early to get up early بنام بدري عشان اصحى ايه بدري زي المفروض احنا كلنا سنة خمسة بنعمل اثناء الدراسة number 8 حازم will help me حازم سوف يساعدني خد بالك من السؤال ده سنة خمسة يقول حازم هيساعدني عايز اعمل question word who طيب بالعربي كده سنة خمسة مفترض ان انا هقول من حد هيسألني مين هيساعدك هقول له حازم هيساعدني تمام كده مين هي ايه هيساعدك لان انا مش هسأل نفسي اقول مين هيساعدني صح كده في حد يبقى عارف مين هيساعده يقول مين هيساعدني ولا واقف قدامي هيقول لي مين هيساعدك اللي واقف قدامي طبعا هيسألني مين هيساعدك طيب انا قلت هو سهله خالص بعمل ايه بشيل حازم واحط هو واحط مكانه هو طيب هنقول هو ويل هيلب هشيل مي وحطيت يو ميس عشان حضرتك قلت هنا مين هيساعدك اكسلنت ما ينفعش اقول مين هيساعدني وارد على نفسي اقول حازم هيساعدني طبعا حد بيسالني مين هيساعدك وانا رديت حازم هتبقى هنا يا ميس هو ويل هيلب يو يعني السؤال ده مهم جدا يا ميس عشان هنا انا بشيل حازم احطه وبغير ضماير كمان وفي الاخر احط كويتشن مارك زي ما احنا طلعنا دلوقتي سنة خمسة الأسئلة وجاوبنا عليها نستنبط بقى الجرامر بتاعنا من اللي احنا قلناه دوت بنقول ان الـ making questions in the future simple tense تكون من ايه الـ WH question الأول أول حاجة بالأدوات الاستفهام الـ verb بتاعها question word plus will plus subject plus verb infinitive بعد كده question more يعني مش هتبقى question word plus will plus subject plus verb infinitive excellent بيقول لي ايه كمان who question ask about person ان الاسئله اللي بتبدا بwho بتسال عن الاشخاص بتسال عن الاشخاص هنا مش subject هنا delete يعني what's the meaning of delete يا ميس يمسح name and put who يعني بشيل الاسم واحط ايه واحط who excellent
لو بتسأل عن الأوبجكت اللي هو المفعول we follow the formation of WH question يعني. Excel yourself. طبعا احنا درسنا مع بعض الجزء بتاعنا, واتمنى ان انتوا تكونوا تعرفوا تجاوبوا الاسئله دي. بقى هنا اختبر نفسك. هنا اول واحده I will do my homework on Friday. هنا عايزه اقول make questions. تمام, make question هو هنا مش محدد لك انت تسال بايه, هنا مفتوحه open, ممكن تسال باي حاجه. تمام. Number 2 I'll go to the club to play football. Will use why, استخدم why. زي ان شاء الله في المره الجايه متجاوبه كلها صح عشان هم شاطرين كلهم. Number 3 the thief couldn't run. بيقول لي complete. complete طبعا بفريزر فيرب من اللي احنا خدناها. جود باي جريد 5, واتمنى ان انتوا تحلوا الاسئله دي وتجيبوها لي الحصه الجايه ان شاء الله. Thank you.